برنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإسلام والحياة الذي يشرف بأعينكم على قناة التناصح الفضائية، ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثيرها وأثير راديو التناصح المنطقة الوسطى وإذاعة الهدى مصراتة وإذاعة البيان الزاوية وإذاعة غريان وإذاعة مسلاتة، أيضا إذاعة نور الإيمان زليطن. مفهوم البدعة هو موضوع حلقة اليوم من الإسلام والحياة مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد أبو عجيلة، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا بكم شيخ. بداية وكمدخل لموضوع حلقتنا، نريد منكم أن تبينوا لنا معنى البدعة لغة وفي اصطلاح أئمة الشريعة. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى، وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقالة سنته وكل من به اقتدى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت وبارك الله فيك سيد فتوري. البدعة في اللغة هي الاختراع. نعم. هي النسج على غير مثال. نعم. ولذلك كان من أسماء الله تعالى البديع، بديع السماوات والأرض. نعم. يعني خلقها على غير مثال سبحانه وتعالى، لم يكن هناك شيء يعني قلد فيه. صاحب السير الأول ولله المثل الأعلى له الفضل، قلت الفضل للمتقدم، من اخترعها الأول بصورتها البدائية الأولى له الفضل. كذا الكهرباء، هذه كل شيء الأول هو صاحب الفضل، اخترعها على غير مثال، ثم تطورت بعد ذلك وتفنن العلماء أو المهندسون فيها، فهي يعني الاختراع. نعم. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني مش اول رسول يجي. انتم تستغربون، تقول كيف يعني يبعث الله يعني بشر الرسول، او كيف تستغربون ذلك؟ ما هو اول مره جاء رسول، باش تقولوا كيف يجي؟ سبقه انبياء ومرسلون. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني سبقني، ارسل الله رسلا وانبياء الى اقوامهم سبقوني، لست بدعه. نعم، إذا هذا معنى البدعة عند أهل الصناعة اللغوية. بالضبط. أما في الاصطلاح نعم، بس مسألة أخرى، حتى لما الإنسان يكون على غير مثال في التفوق في التميز يقال بدعة. نعم. ليس له أخ، ليس له صورة، ليس له مثال، يقول كان بدعة في الشيء الفلاني، فتكون مدحة. يعني نعم. ليس ديما دائما هي يعني مذمة، لا، في أمور مذمة وفي أشياء مدحة. في الاصطلاح، مسألة الاصطلاح تجرني إلى مسألة أستاذ فتوري. نعم. وهو أن المذهب المالكي كان له فضل السبق في مسألة حرب البدعة وتعريف البدعة. جميل. كيف؟ نعم. يعني الإمام مالك أكثر الأئمة تشددا في نبذها وتركها. نعم. وهذا واضح في كتبه وفيما روي عنه. نعم. حتى الأقوال السيارة التي تسير بين الآن على ألسنة الناس هي مالكية، وخير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع، هو قولة مالك. نعم.
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، هذه مالكية أيضا. نعم. من كتبوا في البدعة هم المالكية، هم رؤوسها من حيث الكم والكيف. نعم. قبل هذا فضيلة الشيخ، نحن بحاجة أن نعرف معنى البدعة. نعم. ما هي البدعة في الصلاة؟ لكن هذا أريد أن أصل إليه، معلش بالمقدمة هذه. نعم. لأنها مهمة جدا. مثلا محمد بن سحنون، هذا ابن الإمام سحنون، متوفى 256، هو أول من كتب في البدعة. سبحان الله. إيه نعم. محمد بن وضاح كتبه مطبوع 287، القرن الثالث. الطرطوشي 520، هذه كتب البدعة. الآن كل من كتب أول ما يصدر في القائمة هذه الكتب. نعم. المدخل لابن الحاج 737، الشاطبي 790، 790 نعم، شاطبي الاعتصام، لا شاطبي. نعم. شاطبي القراءات. نعم. تبعكم هذا حفظك الله. وكذلك آخرهم الشيخ زروق 899. نأتي الآن التعريف. كل من يتكلم في البدعة ويعرفها ويدندن حولها يأتي يعني إلى الشاطبي في كتابه الاعتصام. نعم. تعريفه بقي يعني هو المسيطر على كل التعريفات. بماذا عرفها الشاطبي؟ الشاطبي قال طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. ما معنى تضاهي الشرعية؟ يعني تشبهها، لأن الإنسان إذا جاء بشيء لا يشبه الشريعة يلفظه الناس وينبذه الناس ولا يلتبس عليه، ولا يلتبس عليه، لابد أن الله يفتح عليك. فهي مسألة التلبيس، يلبسون الحق بالباطل كما. نعم. قال سبحانه وتعالى يقصد بالتمسك بها. طبعا هو عرفها بتعريفين، تعريف أن البدعة تدخل في العبادة والعادة، وتعريف تدخل في العبادة فقط. نعم. فإذا قال العبادة بس يقول يقصد بها المبالغة في التعبد لله تعالى، يقصد بها المبالغة في التعبد لله عز وجل. ولذلك تأتي البدعة من أكثر الناس تعبدا لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. أي. ولذلك بعض الناس هذا يقول لك مثلا شفاها هي، أي ماذا أنا زدت حاجة وعملت على المنوال أو كذا، يقول لا، هي تأتي منين؟ هنا. لأن ما عاش فيه رسول آخر بعد رسول الله ليصحح للناس. نعم. التعريف الثاني نفس التعريف، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالتمسك بها بدل من المبالغة في التعبد، يقول يقصد بها ما يقصد بالشرعية، فيجعلها عامة خاصة ذلك بالتعبد، أما هذه. نعم. تشمل التعبد تشمل المعاملات. لعله مفهوم أوسع للبدعة. أوسع. نعم. يعم العبادة والمعاملة، لكن هو. نعم. على كل حال هي تضيق في العبادات أكثر منها في المعاملات. واخذنا التعريف الأول، واخذنا التعريف. نعم. الثاني. بعض أهل العلم توسع وجعل. نعم. لها أقساما، يعني جعل منها الواجبة والمندوبة والمحرمة. هذا كلام العز ابن عبد السلام. نعم. هذا قبله بعض أهل العلم ورده بعض أهل العلم، يعني على اختلاف مشاربهم. نعم. لكن هو أكثره صحيح أو أغلبه صحيح. لكن هل نسميه بدعة أو لا نسميه؟ نعم. هنا إشكالية بس. نعم. نحن سنأتي على هذا إن شاء الله. نعم. صاحب الفضيلة، قبل ذلك أريد أن أسألك، ما هي حدود البدعة المنهية عنها؟ هل هي كل أمر محدث وكل أمر مخترع نسميه بدعة؟ لا، هي المسلمون عندما طبقوا الإسلام كانوا أوسع الناس علما وحضارة. يعني نحن أحيانا يعني نقلد بتبعية عمياء مثل العلمانية. نعم. الدول الغربية أو النصارى بالذات، لما يعني تحالف الملك مع القسيس في السلطة الكهنوتية. نعم. منعوه من التقدم، فتاروا على الدين لأنه منعهم من التقدم. نعم. حتى قالوا أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. يعني يخضعونه مع بعض. لكن الإسلام لا، فتح المجال وأمرنا أن نتعلم. لكن مسألة الدين، مسألة العبادات. نعم. هي التي
قيدنا فيها وضيق علينا فيها لأنها توقيفية. نعم. لأنها توقيفية، ويخشى لو تركت كان الله تعالى إذا درست الديانة أرسل رسولا. نعم. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، آخر الرسل، لن يأتي بعده رسول، فكان أن ضيقت المسألة حتى لا يخترع العلماء أو الصالحون أو المصلحون عبادات من دون الله عز وجل. نعم. يبقى الدين على ما هو عليه. نعم. أما مسألة العادة والمعاملات فالمجال مفتوح. نعم. تنضبط بالضوابط الشرعية. يتعلق نعم. عفوا شيخ، فيما يتعلق بالبدعة في العادات وفي التقاليد وفي المعاملات، هل يمكن هذه يعني أن نجعلها تحت القسيم الذي يعني جعل له أقسام بعض أهل العلم، بدعة واجب، بدعة يعني حسنة، وبدعة مندوبة، وبدعة محرمة؟ يعني تقسيم بدعة إلى حسنة وسيئة؟ نعم، يعني الآن البدعة في العبادات لا يمكن يعني أن نضعها تحت هذه التقسيمات. صحيح. لكن البدعة في المعاملات وفي العادات يمكن أن نجعلها تحت هذه التقسيمات. هي إذا لم تصادم هي تولى العادات، الأصل فيها هي العبادات، الأصل فيها التوقف. نعم. الأصل فيها التوقف. والمعاملات الأصل فيها الإباحة. نعم. إلا ما منعه الشرع، فالمسألة رأي طرد عكس بناتل. العبادة ليس لك فائدة إلا التوقف بأمر شرعي، لكن العادة مفتوح المجال فيها، لكن عادة من عادة مرات تبقى مباحة ومرات يفتح فيها فتكون حسنة. نعم. لأن حتى مسألة مثلا تقسيمها إلى حسنة وسيئة، هي هل مقصود بها البدعة اللغوية؟ ما هو مرات مش معنى البدعة يعني هي منفرة في كل الأحوال. نعم. لا، هي ابتداع، لأن الآن لم يكن لما قال عمر نعمة البدعة رضي الله عنه. نعم، حينما جمع الناس على جمع الناس على أبي بارك الله فيك، فقال نعمة البدعة لغوية، وإلا فالمسألة أولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فهي على مثال. نعم. هذه واحدة. اثنين، عمر رضي الله عنه من الراشدين، وحديث العرباض عند أحمد والترمذي وغيره، عليكم بسنتي سنة خلفاء، فسنته. نعم. من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها أحدثت بعد أن، لأن هي هذا المسألات. نعم. قيام المقتضي وانتفاء المانع، هو هذا الدور عليه راه، قيام المقتضي وانتفاء المانع. نعم. التراويح مقتضاها قام، ووجد المانع وهو خشيت أن تفرض عليكم. نعم. بعد لحاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، هذه رفعت ماشي ما يخشى، لا يخشى الآن أن تفرض علينا. نعم. المقتضي قاعد قايم. نعم. والمانع انتفى. نعم. والمانع انتفى فأعادها عمر، لكن نعم. تبقى هي طبعا لو تسمح في بعض النصوص، مثلا يقول لك حديث الموقوف على ابن مسعود ما رآه المسلم حسنا فهو حسن، هذه مسألة، هذه يعني هي أول حاجة موقوفة على ابن مسعود، أو موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والمسألة الثانية أن قيل أنها خاصة بإجماع الصحابة، وقيل نعم. أيضا تمشي الآن بإجماع الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلال. نعم. فلا يخشى منها ينفتح الباب. نعم. لا يخشى منها. نعم. وورد أيضا عن الإمام الشافعي أنه قسمها إلى محمودة ومذمومة، ما وافق السنة كان محمودا، وما خالف السنة كان مذموما. نعم. أفهم من كلامك فضيلة الشيخ، يعني لو اقتصرنا فقط على البدعة في العبادات، نعم، هل البدعة يعني تقابل السنة؟ يعني السنة هي قول وفعل وتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كل من خالف هذا نسميه مبتدعا؟ أحسنت. الآن حتى لما نقول لك أو يقال أنا سلفي، نعم، ماذا يقصد؟ يقصد أنه يتبع هدي السلف في فهمهم لكلام الله وسنة رسوله. طيب هذه الأئمة كلهم عليه لا شك، لكنها قد تكون لها معنى عندما مثلا تقول لا وأول الصفات العقيدة. نعم. عقيدة كل العلماء يقولون رأي السلف ورأي الخلف، وأنت أخذت برأي السلف في عدم التأويل وتكل أمر يعني كيفيتها إلى الله عز وجل كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، فيسمى سلفيا. نعم. قد يكون السلفي بمعنى مخالفة البدعة،
يعني على لأن ما سلف ما تقدم إلا ما قد سلف إلا ما قد تقدم ومضى. نعم. فهنا بمعنى أنه يحارب البدعة أو يقف ضد البدعة ولا يريد أن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى خاصة في العبادات. نعم. هذا طيب. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أن نجعل اليوم، وهذه يمكن هي حتى هي رأي خلاصة الحلقة يعني أعتبرها الآن، يعني يمكن أن تفيد الناس لأن كلام لو كله هو موجود يعني ولا نأتي بجديد. نعم. لكن نعالج الواقع. أما أن تقول لي الاجتهاد الفلاني، هذه أولى ننبه لها، الاجتهاد الفلاني هذا سنة والاجتهاد هذا بدعة، وكلاهما قائم على أدلة اختلاف الفروع، لا ينبغي أن يسمى بدعة وإلا لبدعنا الصحابة أنفسهم. سبحان الله. إيه نعم، لأنهم اختلفوا. لا شك اختلفوا. لكن هذا المجتهد يعني استفرغ وسعه في الوصول إلى ما يراه حقا ولا يجوز له أن يتنكبه إلى غيره. فالآن مثلا من الأشياء الغريبة أن يقول لك والله هذا مسجد يعني يقوم على السنة أو تقام فيه السنة، ما به خيرا. لو قال في مسألة من البدع ترك البدع ماشي لا بس المعروفة. نعم. يقول لك والله إمامه لا يقنط في الفجر، هذه كارثة. نعم. هذه كارثة. إمام خرج في المدينة وجدهم يقنطون. نعم. الأئمة الخلفاء الأربعة يعني وإن كانوا روية عنهم كانوا يعني يقنطون. نعم. ابن عبد البر يقول بالرواية الصحيحة عن عمر أنه كان يقنط. المسألة نعم. المسألة وقال بها إمامان يعني الشافعي ومالك، ولم يقل بها أحمد وأبو حنيفة. نعم. فالمسألة من هنا أنا خلط المسألة. تقصد صاحب الفضيلة تقصد لابد أن نفرق بين البدعة وبين الاجتهاد المطلوب شرعا بطبيعة الحال. لكن نعم. لما يقول الآن بعض مثلا بعض الإخوة يرى أن 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 أنك لا تكون سلفيا إلا إذا كنت على مذهب أحمد بن حنبل. نعم. وإذاك ترى الآن إلا من رحم الله كل من يقول أنه سلفي يقول أنا حنبلي، وأحيانا يعني يغالطون ويقول نحن على الكتاب والسنة وكأن يعني غيرهم ليس على الكتاب والسنة. هذه كارثة. نعم. مالك أسبق حتى في الزمن. صحيح. يعني أعمق في ذلك وكلهم على خير إن شاء الله. لكن أنا أقول لك هو كلمة كتاب السنة مقصود بها كلام آخر، هو حنبلي، هو حنبلي. وأنا قلت أكثر مرة في المناسبات أن حتى الأئمة الكبار هؤلاء الذين يرجعون إليهم هم حنابلة، منهم من يعترف بذلك ومنهم من ينكر ذلك، لكنه في حقيقة الأمر ما كان في 80% 90% 75% على المذهب فهو معنى مذهب على أغلبه. نعم. وإلا ليس من إمام على مذهب يعني 100% وإلا كان متعصبا. طبعا. وإلا كان متعصبا. المسألة ترى الآن في دنيا الناس كل يعني ما ضيق الإنسان في مفهوم البدعة كان مبتدعا. نعيد توضيح لهذه العبارة. حسنت. كل من ضيق في مفهوم البدعة يعد مبتدعا. إيه. نعم. كان مبتدعا لأن سيضع هو قوانين يضيقها جدا جدا. نعم. ويبالغ فيها. أين سيذهب؟ حتى إن بعضهم سيد فيتوري إن بعضهم لم يستطع أن يتكلم الآن، سكت، إما أن يعيد قول شيخه كأنه قرآن ليسلم، لا يستطيع أن يجاوزه بكلمة خشية أن يقول كلمة ليست على الطريق أو على المنهج المرسوم على التضييق. نعم. فيعني بعد ذلك يعني يسحبون منه التزكية أو يسحبون أمرا آخر فيصبح مضيقا. هذه واحدة. الأمر الثاني المهم أن بعض من الآن ينفرم البدعة جزاه الله خيرا، نحن نقول من ينفرم البدعة ويضيقها جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، لكن أن تكون على حق وعلى شرع وعلى طريقة الهدى على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه التابعون وتابع التابعين. الآن أعطيك مثالا مسألة التزكية الآن. نعم. تزكية بدعة بقوانينهم هم بدعة، لأنك لما عرفنا البدعة طريقة في الدين مخترعة ولا؟ نعم. إيه؟ لن تستطيع أن توصلها إلى السلف، ستنقطع قبل أن تصل السلف. نعم. وكل أمر لم تستطع أن توصله إليهم وخاصة من ضيق المسألة أكثر من غيره فهو يعني ملزم بها، ملزم. نعم. بها. هذه مسألة بدعة
بهالطريقة هاي الموجودة بالطريقة اليوم موجودة هذه هي بدعته. نعم. أن تدور مثلا تزكية بين أشخاص، أنت شيخ فتوري تزكيني وأنا أزكيك، يعني مشروطة فيي وفيك، فإن أسقطني أسقطك هشاك باين، هذه أيضا بدعة لم تكن من قبل. نعم لا شك. ما قال بها أحد أبدا، ولم وأنا من هذا المنبر طرحت السؤال هذا، طرحته مع الشيخ أبو باسط وقلت لهم الشهر اثنين عام إلى أن يشاء ربي شيئا جيبوا، من تقول أنا سلفي الله يحفظك ويبارك فيك ووفقك، في أجزاء أحسنت. نعم. باين، لكن في بعض الأجزاء الأخرى أنت لم تكن سلفيا، أنت كنت خلفيا بامتياز، إذ انقطع السند ما بينك وبين ما تفعله. لا سند، إمام أحمد يقول إياك أن تعمل عملا أو تفعل فعلا ليس لك عليه سلف، ولذلك لم يفعلها الإمام أحمد. أنت لن تستطيع أن توصلها إلى أحمد أو إلى غيره من العلماء. أشياء كثيرة بدعة. نعم. بدعة ومهمة جدا، لأن مرات بعض الإخوة لما يقول لك أني خلاص وأني، حتى قال بعضهم كلمة جريئة فيها تزكية، يأتي شيخ ويقول أنا لم تلوثني البدعة، هي تزكية. تزكية. بينما إذا سمعت إلى خطبة واحدة منه، خطبة واحدة من مئات الخطب عنده، خطبة واحدة هي مليئة بالبدعة على طريقته، أعيد. نعم. يعني قد لا نعتبرها أنه أنت بدعة. نعم. لكن على طريقته هو هي من البدع، هي من. لو تضرب لنا مثالا شيخ كان يتضح الكلام. الشيخ هذا مثلا، نجيك مثال. نعم. هذا يخطب على المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. ويقول فلان فمه واسع. هو يريد شخصية فكرية عنده كلام. بينه وبينه برد على العلم ورد بالعلم. نعم. العقاد يقول إذا ضعفت حجة الإنسان على صوته. باين. نعم. فيتكلم يقول فما وسع. هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ما أقصرها على أم المؤمنين عاتبها عتابا شديدا. لا شك. ما دخل الإنسان في خلقته؟ أخلق نفسه بضلاله الفهم، بعدم معرفته، بجهله، لك أن تفعل ذلك إذا كان حقا. نعم. وليتهم اكتفوا بفهمه الواسع، تجاوزوا هذا بكثير. نتيجة حاجة أخرى، هذا له في سلف، أو له فيه سلف، يعني أن له فيه سلف. نعم. سلف ما تقدم طبعا، ليس على بابها راه ما تقدم. فرعون لما خلاص أعيته الحيلة بالمنطق والحجة مع 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 موسى عليه السلام، شي قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. عيره الله بلقنته، لأنه قال أخي هارون أفصح مني لسان وأفصح. نعم. مني لسان، صح ولا لا؟ هذا نعم. بالقرآن عند لقنة معروفة، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. إذن هذه سنة من؟ سنة فرعون. سنة فرعون. نعم. هذا فرعون ضال مضل معروف، هو الذي قالها. يقول عنه شيء آخر، شيخ آخر حتى هو يعني ينبزه، شوف كلام ويقولك أنا لم تلوثني بدعة، أنا لا أدري إذا لوثته ماذا يفعل به. قال هذا رأسه طويل قاعدة لولة فيها شوي. قال وهذا موجود راهو شيخ فتوري مسجل تلقاه في اليوتيوب سمعته بإذني منه، هنا كتب عناوين. شو قال؟ شوف كلام، شوف الكلام يا أخي. يقول هذا رأسه طويل، الظاهر أن أمه تعسرت به عند ولادته. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عام فيه وعاب فمه. أنت الآن والله اسمها أم الله يمسها بالخير وبارك فيها، هل الآن شو بيصير لك الآن؟ أي واحد يسمع فيه يتصور في أمه تولد فيه. يعني كأنك أنت حملت الناس إلى أماكن معينة ومواضع معينة وتصور في الإنسان وأمه، ما دخل أمه بالله، تعيب فيه وفمه ورد لأن أمه كذا وإلى آخره. ويقول لم تلوثني البدعة. نعم. إذن ما قلت لك، هم عندما يعني يقول أنا غير مبتدع، هو يعني يغرق في البدعة وخاصة بطريقته، بتضييقه على غير منوال الشريعة، يغرق في ذلك، يغرق. مثلا بدعة الانتقاء، نحن الآن نعاني من مسألة بدعة الانتقاء في النصوص. والله يا شيخ لو أن شي صاير تولي أنا أسميه المعلم المجنون، وأحيانا أسميه تلميذ الأبلة، مع احترامنا للأبلة، لكن تلميذ المدرسة الابتدائي، الشيخ الصغير. نعم.
بحاله او مفتي باي بلاد لو ارسل ولده الى الداعي وقرا وروح مثلا يقول لا قدر الله يعني يقول له فرعون من الصحابه المستد شيخ رسل يقول له يا ابني لا فرعون من الصحابه ده كافر ولا لا بابا لا هذه قالها الأبلة نعم فهمت كيف يصير تقديس للاشخاص نعم باي هم الان مثلا اذا الف احد كتابا ممن يكرهون بحق او بغير حق يفلوف لي نعم تعال اقرا في حديث كثيرا ما ينطق ويعني يسري بين الناس حديث يعني هو متفق عليه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله عند مسلم عند البخاري لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين في روايات عند مسلم لن تسمعها في الصحيح موجودة اللي هي يقاتلون على الحق ظاهرين لأن إسقاط الجهاد من منهج هؤلاء نعم كانوا على علم أو على غير علم يشعرون أو لا يشعرون الأمور لله عز وجل نعم لكن منهجهم إسقاط الجهاد فلما يأتوا للنصوص نص جنب بعض الروايات جنب بعضها نعم قد تقول لي اختار واحد منهم طيب لكن لماذا ذلك يكتب في كل كتاب وفي كل محاضرة ويعاد مئات المرات وآلاف المرات وهذا لا يأخذ حتى ربع ذلك أو عشره نعم إذن في انتقاء فعلا فيه انتقاء نعم كبير انتقاء. جدا يحتاج نعم. طالب إلى أن يتبين واليوم الحمد لله رب كسر الأمور اليوم يا أخي في المكتبة أو المكتبة الشاملة أو في النت أو في غيره الذهبي يخدم فيك وابن حجر يخدم فيك خدمة خاصة اطلب يعني وشوف وقارن حتى ترى أن شيخك هذا من مشايخ الانتقاء أو من غير مشايخ الانتقاء فإن ثبت عليه أكثر من مرة يعني بما لا يدع ريبة أنه مقصود فعليك أن معاش المسك لي نعم في أمور كثيرة الآن في البدعة باير نعم. المشكلة أن تظن أن تقول أني والله طلعت منها البدعة لا أنت في البدعة اللي بلحتك نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نستأذنك في استقبال الاتصالات مشاهدينا الكرام نلفت انتباهكم أنه بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة السادة المستمعون الأرقام هي 021-334-94-94-02-021-334-94-94-03-021-334-94-04 معنا أول الاتصالات من الأخ عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا حياكم الله وبياكم الله يحييكم تفضل أخي نسأل الله أن يبارك فيكم آمين عندي سؤال وعندي تعقيب لو سمحتم بارك نعم. الله فيكم ابدأ بالتعقيب ثم السؤال التعقيب هو طبعا أنا كنت أتابع الحلقات الماضية لفضيلة الشيخ محمد بوعجيلة ف كان يناقش يرد على أحد الغلاة الذين يقولون بأن شيخهم ليس بمعصوم ولكنه مسدد أقول لهؤلاء الغلاة شيخكم الذين تقولون عنه بأنه مسدد أين هل مسددا عندما قال على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شريط الشباب ومشكلاته وجهباء قال فيهم وعن الصحابة ما يستطيعون في أمور السياسة ما ينجحون ما يستطيعون يستنبطون في الإذاعة والإشاعة يقعون في الفتنة وقال قضية الإفك صاح فيها كثير من الصحابة وقال في خالد بن الوليد قال في السياسة ما يحدث ويلخبط أحيانا هذا في خالد بن الوليد هل كان شيخكم مسددا في هذا هل كان شيخكم مسدد عندما قال على الشيخ بن باز بأنه طعن في السلفية في طعنة شديدة هل كان مسددا عندما قال على الشيخ الألباني بأن سلفيته أقوى من سلفية الشيخ الألباني نرجو أن يراجع هذا القائل هذه النقاط حتى نعم. يفهم أن الشيخ كان مسددا أم لا نعم هذا التعقيب أما السؤال يريد فضيلة الشيخ أن يبين لنا ما الفرق بين البدعة وبين الاجتهاد الجائز يعني نعطيه دليل الشيخ حتى يعني سؤالي جيدا وهو يعني بعض الصحابة اجتهد في بعض الأعمال
يعني كصلاة بلال رضي الله عنه ركعتين بعد الوضوء، فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني سأل بلالا عن سبب دخوله الجنة فقال له كنت أصلي ما كنت أصلي ركعتين بعد كل وضوء. ومثلا عامل الرقية لأحد الصحابة في حديث أبي سعيد الخدري الذي يعني وما أدراك أنها رقية؟ أيوه قال وما يديك لعلها رقية. فهذا عمل في ظني أنا والله أعلم أنه لم يكن لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وقوعها. فكيف نفرق بين البدعة المحدثة في الدين وبين الاجتهاد الجائز يعني الضابط يعني في هذا؟ نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإياكم. أخي عبد الله معنا الأخ رضا، السلام عليكم. سلام الله، حياك الله أخي رضا، تفضل بسؤالك. الله يبارك فيك، عندي سؤال وتعقيب حتى يا شيخ. ابدا بالتعقيب ثم السؤال. التعقيب الاول على كلمه اللي قالها الشيخ يعني بمعنى ان فاتح فمه هذه اللي قالها توا واسع فمه شيخ من مشايخهم. ايوه بالشيخ من مشايخهم والله نقول لك بالمنطقه هو موجود تسجيل قالهم زي الهبله اللي ادوها طبله وكرش المدلل هكي زي توا يعني يدرس على شخص ما. نعم يعني هذا من السنه الكلام هذا على منبر رسول الله الصلاة والسلام. سؤالي الان بالنسبه مش سؤالي هو اتمنى من الشيخ توضيح للناس العامه بصفه عامه الفرق بين البدعة والعادة. الشباب الآن للأسف دخلوا مدخل العادة ويبدعوا فيها كل شيء أصبح عندهم بدعة. أنا لدرجة أني الفترة الماضية فعلا أنا بقول حتى قدام شيخ ويصلح لي نظرتي الفترة الماضية أنا إلى أسبوع فات أعتقد كنت أن السبحة بدعة يعني بدعة وبل حتى قريب على حسب ما يقولون قريب حتى يقولوا كفر. نعم فتفاجأت بنقاش مع أحد المشايخ قال لي لا أبدا ليست بدعة، قال إن الرسول نهى المرأة بمعنى لا قالها ان افضل تسبيح باليد افضل من السبحه، ما قالهاش ان افضل. نعم. من الحصى، ما قالهاش الحصى بدعه وقالها هذه لا ما ادريات. نعم قال لعائشه ان انهن شاهدات مستنطقات على اصابعها. نعم طيب عندك. نعم. سؤال اخر اخي رضا؟ لا هذا اللي عندي، بارك الله فيك. شكرا فيك شكرا. بارك الله. معنا من؟ الاخ صالح، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخي تفضل. بارك الله فيكم اهل العلم. اكيد القران والسنه وفهم الصحابه هذا يعني نهار، اما الراي قد يكون ليل يعني قد تكون 90% خطا. المهم البدعه اكيد في الدين يعني وما خاصه العبادات التي لها دليل قطعي الدلاله، لكن الوسائل ممكن الوسائل ممكن تتجدد وتختلف. كان مثلا عندما امر الله الرسول قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رواط الخيل، يعني وسائل في زمن الرسول القوة كانت الخيل والرمح والقوس، أما الآن الطائرة والدبابة فهي وسيلة يعني كل قد يجي عصر ثاني تختلف الوسيلة هذه. نعم لكن العبادات يعني. نعم. هذه هي اللي وضح سؤالك وضح سؤالك أخي صالح، يجيبك الشيخ بإذن الله. معنا من؟ الأخ عبد السلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخي عبد السلام، تفضل. كيف حالك؟ كيف حال الشيخ؟ كويس؟ حسنت. نحمد الله. والله يا أخي الكريم يا شيخ الكريم المنهج نتاعهم منهج متآكل يا شيخ. في البداية كانوا أول حاجة يطعنوا في الشيخ فالح، بعدين الشيخ فالح طعنوه ونزلوه، وتم يطعنوا في مشايخ آخرين، وتو يطعنوا في مزمور، يطعنوا في عبيد الجابري، يخشوا في بعضهم، ورا والله منهج متآكل. وراهم والله منبوذين حتى من قبل الشعب من الاخير. نعم، عندك سؤال محدد يا اخي عبد السلام؟ عندي سؤال محدد فقط اللي هو من المشايخ يطلعوا ويقولوا بالفم المليان هؤلاء هم المداخل اللي يتبعوا في الشيخ ربيع بن هادي المدخلي اللي فرق الامه الاسلاميه وفرق الصف الاسلامي. طيب لا نريد في الحقيقه تسميه اسماء المشايخ اخي عبد السلام، نريد ان نتكلم كلام يعني عاما بدون تحديد لاسماء معينه. يا اخي لا نتكلم لكن هم تكلموا تعرف المشايخ وفي العلماء. نعم نحن لا نريد ان نكون نحن لا نريد يعني ان نكون مثلهم، طعنوا في المشايخ لا نريد ان نفعل مثلهم وان يكونوا قدوه لنا ونطعن نحن في المشايخ، ليسوا قدوه لنا اخي عبد السلام. عموما جزاك الله خيرا والشيخ إن شاء الله يعقب على كلامك. من؟ الأخ خالد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي خالد. أهلا بك أخي في توبي وأهلا بشيخنا الفاضل محمد أبو عجيلة. أهلا وسهلا. أتمنى لكم الله التوفيق إن شاء الله في هذا البرنامج. الله يحفظكم. أنا نبي نسأل سؤال بالله، هل زي اللي ما يسمى في القانون
بالوصية الواجبة أصلا شرعي في الشريعة الإسلامية؟ وهي وفاة الابن قبل أبيه، هل ينزل الأحفاد منزلة أبيهم في ميراث الأب من ابنه؟ أن يأخذ الأحفاد الميراث من جدهم مباشرة. نعم، واضح سؤالك. عندك سؤال آخر أخي خالد؟ شكرا لكم. أبو سفيان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي، تفضل. حياكم الله، نسأل الله أن ينفع بكم يا شيخ، أنت والشيخ اللي معاكم ودار الإفتاء وعلى رأس الشيخ صادق، نسأل الله أن يبارك فيه والله. آمين آمين. نبي الفرق بين المداخلة وداعش، لأن المداخلة منهجهم يبدعوا وداعش يكفروا، واللي بدع اللي قتلوا الشيخ مراد القماطي بدعوه بعتد استحل دمه، قتلته قوة الردع المحسوبة على كارة. نبي الفرق بين المنهج هذا والهذا، احنا دين وسط. نعم، يعلق الشيخ بإذن الله. نرجو منكم إخواننا المشاهدين يعني عدم تسمية أشخاص بأسمائهم، نريد أن نتكلم كلام عام، نحن نناقش مفهوم البدعة في هذه الحلقة، ولا نريد أن نقدح أو نطعن في أي جهة ولا في أي شخص، ليس هذا يعني من سياسة قناة التناصح. ما بال أقوام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الأخ عبد الله يسأل، يريد الفرق بين البدعة وبين الاجتهاد الجائز، يقول ما هو الضابط؟ ضرب مثالا على ذلك بلال رضي الله عنه حينما كان يتوضأ ويصلي ركعتين وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة. أيضا ضرب مثالا لمسألة رقية، حديث أبي سعيد الخدري لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية. ما هو الضابط؟ أحسنت. قبل ذلك لابد أن يفهم المشاهد والمستمع أن مسألة البدعة هناك من غالى فيها، نعم، فبدع في كل شيء وجعل حتى يعني وصل بنا الأمر أن جعلنا وجوه السنة بدعة، أن جعلنا وجوه السنة بدعة هذا أغلت. مثلا قد قام الصلاة مرة واحدة بدعة، مرتان سنة. نعم، هذه إشكالية. الأذان، الوجوه المعتبرة عند الفقهاء، الاجتهادات الفقهاء، هذه وجوه السنة. مثلا مثل ركعتي الداخل إلى الجمعة والإمام يخطب، نعم، هذه وجوه السنة. هذه القول بأن هذه بدعة هو بدعة، وهذا من ضمن من البدعة التي يغرقون فيها. نعم، يعني أحيانا بدعتهم أشد من بدع غيرهم، لأن كما قال أحد المتصلين تفرق وتقضي على السنة. لا، نحن بالسنة نقضي على البدعة، لا نقضي بالسنة على السنة. نعم، هذا لابد ينفهم. نعم، وهناك أيضا في المقابل من ميع الأمر كله ومن فيش بدعة ويعمل ما يشاء ويزيد وينقص في دين الله عز وجل ويقول لك ما فيش بدعة وهذه كلها فاخير، ويفسرها بمقصده. نعم، أنه ما قصد إلا الخير، فكلاهما ذمي، وخير الأمور يعني والحسنة بين رذيلتين كما يقولوا. هذا تنبيه لابد أن نفهم، أن ونحن مع الوقوف عند شرع في العبادات وأن يكون الشرع هو الحاكم. نعم، لكن ليس على هذه الطريقة التي تريد أن تجعل الإنسان على مذهب واحد وعلى طريقة واحد وعلى إمام واحد يوالى عليه ويعادى به أو عليه. نعم، هذه البدع، وهذه من أكبر البدع. يعني لو جلسنا نعدد البدع الآن، بدع الناس وبدع بعض الدعاة، لوجدنا بدع الدعاة أكبر، مع أنهم يعني يحاربون البدعة. هذه واحدة. اثنين، السؤال بالنسبة للبدعة، من حاكم عليها؟ هو حاكم على الشرع لا شك. واعلموا أن فيكم رسول الله، لما في هو حي بذاته بنفسه، ولما لحق برفقه الأعلى هي سنته الآن. فالتشريع نفسه أخي كان على أشكال متنوعة. مرات يسلم يأمرهم بأمر، مرات يرى من أحدهم فعلا فيصوبه أو يقره، وهذا سنة تقريرية. نعم، موجودة قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية. أحيانا يسأل، أحيانا يسأل، كلها بشتق نوع من التفنن والتنوع في إرشاد الأمة. في 23 سنة يعني كمل الدين، وقعت للصحابة بعض الأشياء زي الرقية، عملوها الصحابة
وبعدين قالوا لعلنا اخطانا. نعم. يعني رسول الله يعني جنبنا كيف؟ فقال واضربوا لي معكم بسهم. نعم. زاد حتى بالغ في يعني في تقريرها. نعم هو الاخ عفوا شيخ الاخ عبد الله يعني ذكر شيئا لا اريد ان اتجاوزه، هو قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ان الفاتحه رقيه الا من خلال تجربه هذا الصحابي، هل هذا المعنى يصح؟ لا 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 لم لا 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 يقصد هذا الظلم. لا هو قال هذا. انا ساتي على كل حال. نعم. مثلا بعض المحرمين في العمره والحج ومعهم رجل غير محرم راوا حمارا وحشيا فتنحنحوا بده يتكلموا. نعم. فابصره ف يعني اصطاده وبعدين قالوا نحن الان في احرام فامسكوا حتى اقرهم وسلم على ذلك. نعم. هي المساله كالاتي، فعاد النبي اللهم صل عليه لا هو كان بيقول لك الان هو دار شيء ليس له فيه نص لا من الكتاب ولا من السنه. نعم. بعض الناس يقول لك لعلي الان ندير حتى ني. نعم. نقول لك هذيك كان الحاكم فيها رسول الله عمل مثلا لك الحمد حمدا كثيرا طيب مباركا فيه، مش قال الصحابي ولا؟ نعم. وسمع وقال له رايت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا اقر وقال له فضلا كل حرف نزل ملك. نعم. باي هذه لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك. يقع منهم الحادثه ثم يسالون عنها اما ان يقرها واما مثلا من افتى بعدم التيمم للصحابي. فاغتسل فمات قال قتلوه قاتلهم الله. نعم. قال إنما شفاء العي السؤال. إذا هذه طرق في الوحي طرق في التعليم. هو كان بيقول لك الآن هل نقدر الآن نزيد زي ما زاد ممكن؟ لا كان هناك رسول الله حاكما بينهم الآن نفس الشيء الآن كان حاكما بشخصه والآن حاكما بسنته. نعم. فنعرضه على السنة إن وافقت السنة فبها ونعمت والا. ولذلك حتى ببعض بعض توجيهات كلام الشافعي ما محموده ومدمومه نعم. هي مساله يعني اما ان تكون في اللغويه واما ان تكون في ما في الاعيان التي لم ينزل فيها حكم. نعم. كما قال معاذ اجتهدوا. نعم. على ضوء الكتاب والسنه ولذلك الشرع منصوص ومسكوت. نعم. كيف الشريعة استطاعت أن تبقى ليوم القيامة وتبقى بإذن الله عز وجل بالمسكوت بالمنطوق والمسكوت. نعم. منطوق واضح ومسكت عليه هناك قياسه على المنطوق والباب القياس يتفتح بابا كبيرا وباقي يعني أصول. نعم. الاجتهاد فهذا المجتهد على ضوء الكتاب والسنة لا يمكن أن نسميه مبتدعا ما كان اجتهاده معتبر. نعم. ما كان اجتهاده معتبر. أما إذا كان اجتهاده غير معتبر فيمكن أن ينوم بالبدعة. نعم. الشيء الثاني ألا يخالف إجماعا أو ألا يخالف نصا جليا لا يأتي بشيء يعني لم يقل به أحد أو ينقض به الإجماع أو ولذلك اشترطوا في المجتهد اشترطوا فيه شروطا منها أن يكون على علم بمسائل الإجماع بمسائل الإجماع. نعم. وهذه فعلا من أدواء ما نشاهده اليوم من أدوائنا ومن أمراضنا الموجودة الآن هي مسألة أن الفروع جعلناها نبدع بالفروع نبدع. نعم. بإيش؟ بالفروع وهذه لو بدعنا بها لفرقنا الأمة ولذلك استيقظ لها أو فطن لها الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى ذكر الشيخ ابن تيمية شيخ فيتولي شيخ الإسلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه هذا الرجل أولا كان واسع علمي. نعم. الشيطان نحسبه كذلك كان خادما لله مخلصا لله ما كانش يدير في الدين بما يريد الحاكم لم يكن ينتقي ولم يكن ينتقي ليه؟ لأنه يخدم الحساب ربي سبحانه وتعالى سبحانه فهمت عليها ولذلك يعني حتى لما يقول لك شيخ الإسلام مثلا ما طلعش على الحاكم يقول نعم لم ما طلعش عليه ولم يكن عرابا له ما مشلاش الأمور. نعم. واجتهد لك فيه لا 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 لا, لا. ودخل السجن عدة مرات وكذا. نعم وما في السجن انتبه فهذه المسألة كان علمه واسعا ولذلك السنة الآن فعلا تجد على يدي هذا الرجل قال أول شيء قال الاختلاف في الفروع لا لا لا, لا يمكن أن ينضبط وهو اللي كتب كتابا عظيما اسمه بتاع الإعلام هذاك رفع الملام عن أئمة الإعلام الله يجزيك خير ولو أن كل يعني مسلمين
يعني اختلف في فرع تهاجر عليه لن تبقى في المؤمنين قال أخوة ولا عصمة. هذه واحدة. الشيء الثاني وانتبه له مثلا انتبه كبير جدا. قال أيضا إذا يتكلم عن فروع معينة. نعم. قال الحفاظ على الأمة ووحدة الأمة أصل. وهذه فروع. ولا يحفظ الأصل بالمحافظة على الفرع. كلام هذا يكتب 100 دهبرة. نعم. يعني يستطيع أن يفسرنا يحد أو يحد من هذه الذي نراه اليوم. نعم. لكن ماذا نفعل بالتبعية العمياء بالآن العصمة كما ذكر الأخ يعني وتحدثنا من قبل على ذلك. نعم. هي مسألة أنك تقول لي هذا معصوم أو محفوظ أو مسدد. نعم. هذه من أكبر البدع، من أكبر الطوام، من أكبر المصائب، من أكبر التفتيت في الأمة. تعرف. نعم. تعلم أن هذه أعتبرها من إرهاصات ظهور الدجال. ولعله تقديس للعلماء. هذا ما هو العالم، احنا فوتنا حلقات مع الشيخ عليه احترام العالم. العالم يحترم، لا يقدس ولا يهان. من غير تقديس ولا تقديس. نعم. ولا إهانة. وينضبط بضابط الشرعي، بضابط الشرع. نعم. حتى سأذكر أمرا وهذا لعله يعني مع الوقت نعمل له حتى حلقة يعني لأنه مهم جدا. من بدع هذا الوقت القول بعدم موازنة. مع أن الشيخ ابن تيمية ملئت كتبه بذلك. نعم. من جيك القرآن مبني حتى الجنة والنار يوم القيامة على الميزان. نعم. على الميزان. لكن أخليك الجاي شوي. ملئ الكتب يقول لك والله قرأت في هذا الشان لأقف على ما وقفت إلا على شيء يعني بين قوسين تفكير دماغ هكذا. نعم. وخلاص هكذا. تعرف لما جو يناقشوا في مسألة الرجل الذي جلد في الخمر الصحابي ولعن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله. نعم. هذه من أكبر الموازنات. سبحان الله. وأخذوا في يعني استعملوا معها التحكم. نعم. التحكم لا نقل لا عقل. نعم. لا نقل ولا عقل في رده. باي. فالمسألة فيها كلام كثير جدا. نعم. من بدع هذه المسألة. باي. عدم. وطبعا ليش ابتدعت هذه المسألة؟ لتصوية. نعم. الحساب. تصوية الحساب. الموضوع هو رودي. نعم. هو نحن ضاق عنا الوقت. سؤال الأخ رضا عن الفرق بين البدعة في العبادات والبدعة في العادات والتقاليد، لعلنا نرجئه إن شاء الله لحلقة قادمة. أيضا السؤال الأخ صالح، لأننا ما زالت في الحقيقة معي العديد من المحاور فيما يتعلق عن مفهوم البدعة، نريد أن نخصص له حلقة قادمة شيخ. لكن لعلنا نجيب عن سؤال الأخ خالد، يسأل عن الوصية الواجبة، يقول هل لها أصل في الشريعة الإسلامية؟ هي نفس الشيء، حتى هي أوسعها يعني أوسعها في أوسع من الأخرات اللي أنت أرجعت. نعم. فحتى لكن على كل. نعم. حال هو جمهور العلماء بردها. نعم. قانون أثبتها الآن أغلب المحاكم تأخذ بها، ليبيا وتقريبا مصر والمغرب وأغلب، لكن فيها تفصيل يعني نرجعه إن شاء الله تعالى. نعم. طيب نريد كلمة لبعض الإخوة، يعني خصصوا أقواما بذواتهم تكلموا على بعض الجهات التي نحترمها، لا نريد يعني أن نجعل من هؤلاء الغلاة الذين يفسقون ويبدعون أهل العلم، يعني أن نكون نحن أمثالهم. كلمة لهؤلاء الشباب يعني على الصنفين، سواء يعني من غالى والشباب المعتدلين كذلك. هذه تذكرون الآن بالآية، شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، والثانية على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه مسألة مهمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. صووا صدوكم عن المسجد الحرام، أخرجوكم من بلادكم، فعلوا بكم الأفاعيل. يجب عليك أن تقابلهم بما أنت أهله لا بما هم أهله. بما أنت أهله لا بما هم أهله. نعم. وكم ليسوا قدوة لنا. هذه إشكالية. أنت تقول الآن على السنة، حتى لعل بعض من يسمعني يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم لقب أبا جهل بأبي جهل، هذا كان كافرا. نعم. كافرا، والواحد يعرف أنه لن يؤمن. هذه مسألة لا يقاس عليها. نعم. فكذلك إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. صاحب السنة حتى ولا يعني
لم يتقوا الله فيك اتق الله فيهم. وإخواننا كم أول الإمام علي حطها يعني وضعها يعني في سمع الزمان والولاة، قال إخواننا بغوا علينا، حتى الخوارج قال إخواننا بغوا علينا، بغوا علينا إخواننا بغوا علينا، والأمة أجمعت على عدم تكفيرهم، على عدم تكفيرهم. وللأسف الشديد، للأسف الشديد يعني الآن حتى مسألة الخوارج، حتى مسألة الخوارج نفسها هذه من الأشياء العجيبة. إذا سمعت الرجل أو الخطيبة النهار كل زي ما قلت كان قلت النهار كل سنة بالبدعة، فإلا من رحم ربي فهو مبتدع. سبحان إذا الله. سمعت ينفر من من من, من الخوارج على سنة برسنة فاعلم أنه من رؤوس الخوارج أو فيه خصلة منهم، على طول تلقاه يتكلم عن الخوارج ويخطب خارج الأوقاف. نعم، يلقي خطبة الرنن على الناس وهو وين؟ هو خارج الأوقاف، خارج الأوقاف. نعم، أبعد هذا الخروج خروج. نعم، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ محمد أبو عجالة، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، زاد الله النفع بكم وبارك علمكم وعملكم. بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا اليوم من الإسلام والحياة. لكم مني أنا الفتوري غانم أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.